شكرا لدينا. رغم المسافة الطويلة التي يقطعها نهر النيل وروافده داخل أراضي السودان، إلا أن غالبية سكانه يعانون من شح المياه وعدم القدرة على الوصول إليها. ويعد النمو السكاني والأنشطة البشرية ومعدل استخدام المياه في مجالات الزراعة والصناعة المختلفة من المهددات للأمن المائي السوداني. يتأثر الأمن المائي السوداني بعوامل داخلية وخارجية تؤثر في مجملها على المصالح الحيوية للدولة، من ضمنها التوقع بتدني الموارد المائية المتاحة مستقبلا نتيجة للسياسات المائية لدول حوض النيل. نهر النيل وروافده الأساسية والثانوية إضافة إلى الأنهار الموسمية والمياه الجوفية تشكل عصب الحياة للسودانيين، وبالرغم من هذه الوفرة فإن تحديات كثيرة تحيط بأمن السودان المائي، أبرزها سد النهضة الذي قد يتسبب في ندرة المياه أو قلة المنساب منها، وربما مخاطر أخرى تهدد السكان في حال أي تصدعات أو انهيارات. السودان يعد مشروعات كبرى بالنسبة للمشاريع المروية لمحاصيل يمكن أن تحقق التوازن في الميزان التجاري للبلاد. تتأثر هذه المشاريع المروية بالتأكيد في ظل عدم وضوح الرؤية حتى الآن ما بين الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان. تهديد لسكان الشريط النيلي وللمحاصيل المروية وغيرها يجعل طلب الحل والعلاج الناجع أمرا مستعجلا لحماية السكان من أي مخاطر محتملة. الحلول ما واضحة جدا، انك لا تستسلم، ما بحاجه يسمى الناس تستسلم للدوله الفلانيه عشان تمشي معاها، وفي نفس الوقت الا تمشي عميان للحرب، وثلاثه انك انت تستخدم كل ما هو متاح لك في البيجيزه القانون الدولي. يبلغ معدل النمو السكاني في السودان 3%، مما يدل على تسارع في الزيارة السكانية يصاحبها اشتداد الحوجة لتوفير الغذاء عبر زراعة ملايين الأفدنة التي يرويها النيل. مهددات تحيط بالأمن المائي في السودان قد يكون أبرزها سد النهضة، ولكن عوامل أخرى مثل التقلبات المناخية وحجم الاستهلاك البشري للمياه وعدم توفر الكوادر المهتمة بها وبدراستها قد تشكل مخاطر لا يمكن تجاوزها بسبب الحوجة إلى ضمانات لمستقبل الأجيال القادمة. تيجان خضر، التلفزيون العربي، الخرطوم.